هلو جايز، الانترو رح تكون كتير سريعة اليوم. نحن ب اسايلم. اسايلم منه محل كتير شائع بلبنان. رح نبقى نفصلكم شو يعني اذا ما حدا بيعرف شو يعني اسايلم، رح تبقوا تشوفوا شو يعني. مبدئيا هو محل مسكر ممنوع حدا يفوت لجوا، وفتنا ما كان في حدا، ما حدا شافنا. هلا ماشيين على الطريق مثل ما تشوفوا، طريق شوي طويلة تنوصل. بقى ما انا عارفين exact location وين هو، بس صح مثل ما قلتون في له كذا مفرق، بس نظرا للي شفناه على الانترنت محل كتير كبير، محل كتير كبير ومحل كتير قديم. اي سنة جوزيف؟ 1920 ايام الانتداب العثماني. الانتداب العثماني عملوا اسايلم. اسايلم هو محل where they treat mentally ill people، بيعالجون وبأهلون، بس بالأسايلمز ما كانوا يعملون بطريقة منيحة. العصفورية. العصفورية. هون يمكن كانوا يعملوا فيه الإكسبرمنتس، برو يحطوا كهرباء على راسهم. صح. أوكي، فمشان هيك بحال أسايلم أباندن دغري بيقولوا عنه إنه هونتد. سيارة. كل طريق عادي. أوكي خلينا نحل موطين أصواتنا. أوكي فكل محل اسايلم اباندند بيقولوا عنه هونتد. هذا هو ايجاس بيقولوا عنه هونتد لانه نظرا للتاريخ السيء اللي بيكون عنده. بيقولوا انه سبيريتس بتضل فيه اللي بيعذبون وبيقتلون، في كثير عالم بتموت، فبقولوا انه السبيريتس بتضل هون. ف افتكر هي الرون بوينت تبعك. لا نحن بحال غلط ايجاس جايز، في في عالم، في سياره هون هون عم بيهم. مشان هيك اني ما قدروا يفوتوا على البيوت، على البيوت في الناس عم تعمر هنا، لكن الصخور هون عم بيرمي من فيه. هلا قد من فوق، هلا قد صغيرة. اوكي فلهلا نحن ضايعين ما عارفين اذا هيدي اكزاكت لوكيشن او اذا هي المدخل. كثير شو رايك جوزيف هون نحن بالمحل صحيح؟ في شغله واحده بدك تشوف هيدي الدوايه، ما عم بقول لك هي النطره، باين في هالدوايره تبع اللي بيقعدوا فيها او الدور. ايه السفير هيدي كانت بقبل شو اسمه الاصايل. فتح بالمحل الصح. في هلا هون الصوره اخذناها بالقلب يو تتذكر؟ جوزو يا حبيبي. ايه هي اوكي، لكن نحن بالمحل الصح. في صوره اخذناها هون بال 1920 ناخذينها من فوق، ناخذينها من فوق البلاك اند وايت. اوكي لكن هون اوكي لكن هون جوزيف اذا بدك تفصلنا او ستيفان شو كانوا يعملوا هون؟ اوكي رح نقول ان هون الريسبشن كانت. لا المدخل. لا هون المدخل بلا والله. هون شو ممكن هذا السكيورتي مقفله مقفله. اوكي سمول روم مقفله. اوكي اي جاس هون يا اوضه السكيورتي يا مدخل يا اوضه السكيورتي او محل صح ريسبشن او شيء. ايه مدخل، قربوا المدخل لانه رومبوان بتطلع وتنزل. اوكي رومبوان هون بعرف المبنى المتخشب كان صوب تحت. لا رومبوان كان بسويت بين مبانيه، بس انا بقول المبنيين هولي تحت. هو عم يترمموا انا متاكد، بس هو كانوا من ضمن هو من ضمنهم هون بتاكد. بس اللي تحت في نصب عليه جوا الهيئه، في عمال عم بيرمموا. بس في سياره وفي منشر غسيل عم بينشروا عالم، بس رمموا محل بيقعدوا ست اشهر بيكون اكيد بيعطوا محل ليقعدوا فيه. بس باول بيت لابو في كلاب. اوكي بس لهلا عم نشوف قد ايه كبير، قد ايه كبيره الساحه، عن جد قد ايه كبيره. هودي افير النحل. نحن ايه صح على الطريق مطرح ما فوان هيدي الطريق فتنا منها صوب تحت. اوكي هيك بننزل على اول واحد مطرح ما فتنا. روح نرجع هيك، خلينا نرجع هيك.
وبركي ما قدرنا نطلع ولا خلينا نأمن هيديك. تعال تعال نطلع طول ما كفينا لجوا هونيك على الآخر على اليمين هونيك. يعني احنا جينا من هون بس بعتقد نطلع لفوق. اوكي نروح بعد شوي مثل ما قلت لكم شوي ليمين يمكن يمين شو تطلع يعني روح يمين بتاع روحي. اوكي مبدئيا بالتوقيت اللي احنا فيه اجاس رح تعتم علينا الدنيا. انت بتنورنا نزيل ما في شك ستيفان بس رح تكون كتير اكسبيرينس حلوه. اباندند اسايلم بالليل وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقدر نفوت ان شاء الله يكون في محل نقدر عليه نظبط فيهم في التجربة. شو؟ انت طالب لا لا احسن مني نيمو اوكي في عنا طريقين وطريق واحدة يعني فينا اذا طلعنا من هون ما بعرف شو بتودي اذا طلعنا من هون ما بعرف شو بتودي لا بفتكر انا اروح يمين يمين ضمن يمين هيك هذا هو اي اي جس ذاتس ات اي هذا مكسر هاي فانس وين فيت لجوا هاي شو فوق اتنين من المختلف اتنين من هون شيش هيك دي كانوا معليين فانسز طبعا حد يهرب ايه يلا سيف قول الله أطلع أنا. ما انت ضل وراكم مان نقلبي من فوق واو فإذا منلاحظ ده كانوا يعلوا الفانسز كان ما حدا يهرب هكذا كانت البير البوابة أكيد هذا شيء كتير old school وكتير قديم لأنه كان إذا بدكم يعتبر ضد الإنسانية بعض الأحيان الأشياء اللي بتعبوا بيعملوها بس تنزل بي ببجي بميرامار ايه ميرامار بس بدي فرجيكم الفايبز واو فكرة سريعة شو يعني أسايلم يعني هو فكرة كتير دارك لدرجة كان في عيال بيع أولادها كان في عيال بيع أولادها كان بيع المصاري
ليعمل عليها تجارب بأسايلمز وكانت تموت كله مرة المصاري كانوا يعني يدفعوا مصاري كتير. مش هيك مثل ما قلت لكم انه الأسايلمز عليهم صيت كتير عاطل أصلا عزب. هلا سكر كل شيء أسايلمز ما في أسايلمز ليه؟ لأنه صيتهم عاطل ولأنه كانوا يعملوا عليهم إشياء ضد الإنسانية. لا عالم حرام فبقى مثل ما تشوفوا الفايبز واو ضوى بس عم تخيل معي ستيفان بهالقوض كم حدا انحبس كم حدا تعذب للصريخ الاكسبيرينس اللي كان الاكسبيرينس اللي كانوا يصيروا هون. سبيتشلس. مش بلود ما بعتقد بلود I guess it's paint. واو ما تنسى هون على اليوم حال الدجاج اللي أخذ من بدل صح كمان صح مرت الدجاج هون اوف خلينا نفوت لهون ليك الشبابيك خليني أقرب الكاميرا فرجيكم الشبابيك خبص العلم once they are in they are never out في يطلع بطريقة واحدة بس يعني never out في يطلع بطريقة واحدة they escape they die اه اوكي كان كتير اكستريم الطريقة اللي مصمم فك عملي كتير فكرة من أهم السيريال كيلرز بس يهدوا الأسايلم سيريال كيلرز Your nature is taking over the place. Okay, أنت عم تتخيل برا ال 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 courtyard بالليل؟ مش تخيل شيء. برا بين هون. ما واو. واو. Mother nature took over the place, bro. أنا تخيل اللي كان مزروب هون. Okay. عم بيطلع رفقاته هونيك ظهري بس عم بيمشوا عم بيلعب بالطابق هو بهون كله دهن اوكي هي المبنى الوحيد فيه منا غيره؟ في وديك البيوت شفناهم تحت اوكي في شي فوق؟ فوق؟ اي جاس لا هون ازاي لازم يدفع محل الخريطة يعني في هون يعني هون كان محل وبيتاخر من هون روح كان مزيني تسعود بيتين تحت شو؟ كل كده مين؟ هو ترمين للمحل أول واحد أول واحد أول واحد لكن كان في ثلاث أسايلمز صغار يعدوا أسايلمز يمكن هون ينام وهون يعمل شيء أو مثلا هون أو هون مثلا رحلت إكستريم ليش بحس هون اليوم تحت هون يوم التجارب يعني لازم نشوف هون البلاط يعني لازم نشوف هون البلاط مقسوم اثنين هون وضع عمليات يعني
الاسايلم ما قدرنا نروح على كل المطارح تبعه لانه المطارح اللي تحت الميدان اللي تحت في عمال شكلهم عم بيرمموهم فما طلعنا غير هون. هلا فعلين كان محل كتير صغير اصغر ما توقعنا، كان فلوج كتير صغير فبقى اخذنا كم صورة قعدنا شوي جوا وهلا فعلين هو محل انه ميدل اوف نو وير، بس انا حبينا نعطيكم مثل لمحة اكتشفنا كشفنا بالغلط زوزو شايفه على الفلوج. يلا see you on the next vlog. Looking at you. Hold on, where you going? What you doing? Who you seeing? What you need? What you want? I said, without you by my side.